تعالوا كده ندردش مع بعضنا بقى في شوية حاجات كده على ما الناس تيجي. الفرق ما بين الراوتر والسويتش والهب، تعال نشوفهم كده مع بعضنا. لو جينا دخلنا على النتورك ديفايسز هنلاقي النتورك ديفايس اللي موجود علينا في سيس ان ايه عموما هما ثلاث انواع من النتورك ديفايس، اللي هو الهب والسويتش والراوتر. طبعا في اجهزه ثانيه للنتورك بس احنا مش هناخدها فين في الكورس ده، في اي بي فون، في فاير وول، تمام، وفي حاجه في بي ان جيت واي، وفي حاجات كثيره جدا غير الراوتر والسويتش والهب، بس احنا لسه كملنا في البيزك راوتر وسويتش وهب، لسه الاول بنبني الشبكه بتاعتنا، تمام. يبقى احنا ناخد دلوقتي النتورك ديفايسز، اول ديفايس منه اللي هو الهب. الهب ده مشكلته ان اول ما صنعوه اول جهاز صنع هو الهب ده عباره عن مشترك، فلما كان حد بيجي يبعت داتا عليه الداتا بيحصل لها حاجه اسمها فلود. فلود يعني ايه؟ برودكاست. يبقى الهب عندنا يا جماعه كان بيعمل حاجه اسمها ايه؟ برودكاست اهو. يعني احنا لو دخلنا على برنامج زي الباكت تريسر ده البرنامج هنشتغل عليه طول الكورس، وجبنا الهب ده الهب اهو اول ما جيت عليه كاتب لك هنا كلمه هب اهو، جبت اهو، كنا زمان بنوصله كده ونجيب الاجهزه بتاعتنا اهو، واحد اتنين تلاته اربعه، ونيجي نوصل بكابلات اهو اهو، حلو الكلام. لو جينا هنا على جهاز الدنل ده اي بي اهو، اي بي من نفس الشبكه يعني، طبعا الهب ما بيفهمش الاي بي ولا بيفهم اي حاجه. امال انت بتدي اي بي ليه يا عم؟ عشان الجهاز، الجهاز ما يشتغلش غير لما ياخد اي بي، لان الجهاز بيفهم لحد لير 7، تمام. ودوت ادينا له اي بي 1 3، وده ادينا له اي بي 1 4، وده ادينا له اي بي 1 5 اهو، بصوا كده. احنا في عندنا في الباكت تريسر حاجه اسمها ريال تايم، وفي زرار ورا اهو اسمه سيميوليشن، شايفينه؟ او تحت انا تحت اهو، شايفين؟ في زرارين ورا بعض اهو. ريال تايم ده المكان اللي هنكتب فيه الكوماندات. السيميوليشن لو انت عايز تشوف النتيجه بتاعه الكوماندات بتاعتك اهو، شايفين اللي تحت اهو يا جماعه؟ شايفين بيضغط فين؟ ادي ريال تايم وادي سيميوليشن. ده مش ديكور على فكره، ده زرارين اتنين ورا بعض، تمام. لما اجي ابعت رساله من الجهاز ده للجهاز ده، شوفوا الكارثه اللي هتتم اهو. بجيب كده عشان اشوف الرساله بتاعتي اهو، شايفين؟ بقول له كابتشر اند فورورد، ماشي خطوه بخطوه. شوف الهب هيعمل ايه، بعت لكل الناس، فالرساله بتاعتك راحت لمين؟ لكل الناس اهو، راحت لكل الناس، بس واحد بس اللي استقبلها. ليه واحد اللي استقبلها؟ لان الرساله مكتوب فيها الديستنيشن ماك بتاع اللي استقبلها ده. فلما الرساله راحت لكل الناس، كل واحد بص في الرساله على حاجه اسمها الديستنيشن ماك. مش احنا قلنا في لاير 2 بنضيف حاجه اسمها الديستنيشن ماك اهو، محطوط سورس اي بي والديستنيشن اي بي، وبعدين هتلاقي محطوط ايه؟ هتلاقي محطوط ديستنيشن ماك، فاللي استقبلها ده هو ده الديستنيشن ماك بتاعه. طب والباقي هيعمل فيها ايه؟ هيرميه. بس بعد ما راحت للاجهزه، طب ما ممكن واحد من دول ما يرماش. احنا في سكيورتي ساعات بننزل برنامج كده على الجهاز نخليه يلم الباكيتات بتاعته واللي مش بتاعته، فلو حد بيعمل برودكاست على الشبكه ياخد الباكيتات ويقعد يقرا اللي فيه، تمام كده. يعني واحد من الاجهزه دول ممكن يسطب عليه سوفت وير اي باكيت جاله مش جاله ياخدها ويقرا اللي فيها محمود. فالبرودكاست ده ضد مبدا السكيورتي، فالهب كان كارثه اهو. وحتى بعد ما خلاص الراجل ده رد، شوف برضه لما يجي يبعت يبعت لكل الناس اهو، شايف؟ شايف؟ وطبعا الجهاز بتاعنا بيعمل حاجه اسمها ارب، هقول لكم عليها دلوقتي في الاول، اللي هي الرساله الخضراء دي. بس شوف كل ما حد يجي يبعت رساله، الرساله بتاعتك تروح لكل الناس، شيل كده وابعت تاني اهو. الراجل ده عايز يبعت لده، يا نهار ابيض،
طب ليه يا عم الراجل ده بس اللي بيستقبل الرسالة؟ اصل لو فتحت كده هتلاقي الماك بتاع الراجل ده اللي موجود، شايفين؟ ادي السورس ماك وادي الديستنيشن ماك، وجوه الباكت في حاجة اسمها سورس اي بي وديستنيشن ايه؟ اي بي. فالكارت الشبكة بتاعك لما بيوصله الجهاز بيبص هو الديستنيشن ماك ده بتاعي، هو ده رقمي؟ لو رقمه هيكمل هيستقبل الباكت ويقرا الاي بي، وبعدين يشوف هي راح لانهي بورت نمبر عنده عشان يطلعها على الابلكيشن، يعمل عمليه العكسيه بتاعه اللاير. اما لو هو من الاول كده ما لقاش الماك بتاعه يعمل ايه في الباكت؟ يوقعها بس بعد ما حجز الترافيك والباندوز بتاع الشبكه. فالهب عندنا يا شباب كان بيعمل برودكاست. يعني ايه بيعمل برودكاست؟ عليكم السلام. كان ايه بيعمل برودكاست؟ يعني اول ما بيجي له رساله بيبعتها لكل الناس. ثانيا الهب عندنا، الهب هو جهاز هاف دوبلكس. يعني ايه كلمه هاف دوبلكس؟ احنا عندنا الكوميونيكيشن مود ثلاث انواع، الكوميونيكيشن مود ثلاث انواع، لا اما سيمبلكس زي بالظبط الريموت بتاع التركيب ده، او زي ما احنا قلنا كده، فاكر قلنا الكلام ده قبل كده مره؟ بالظبط كده. سيمبلكس باتجاه واحد، او هاف دوبلكس تمام كده، يعني هبعت لك وده تبعت لي بس مش مع بعض في نفس الوقت، تمام كده؟ على نفس السكشن، على نفس يعني لو في جهاز هنا، لو في جهاز هنا مش ده هاب اهو، لو في جهاز هنا حاول يبعت للجهاز ده وهما الاثنين بيبعتوا لبعض، يعني انا بعت لك وانت بعت لي نخبط في بعض يحصل كوليجن، تمام كده؟ يبقى هو جهاز هاف دوبلكس. هاف دوبلكس يعني ايه يا شباب؟ هاب دوبلكس يعني بيحصل عليه حاجة اسمها كوليجن اهو، ويقعد يحل الكوليجن دي، تمام؟ هو بيحصل عليه كوليجن واحد اثنين ثلاثة، شوف كده تمام، ويقعد يحل الكوليجن. طب ايه بقى التكنيك يا جماعة اللي بيحل الكوليجن؟ التكنيك اللي بيحل الكوليجن هم عملوا حاجة اسمها سيسما، سيسما على السي دي، ده التكنيك اللي بيحل الكوليجن. اختصار كلمة ايه بقى سيسما على السي دي؟ اختصار كلمة كوليجن كارير سينس مالتي بال اكسس على كوليجن اهو ديتكشن، على كوليجن ديتكشن، كارير سينس مالتيبل اكسس على كوليجن ديتكشن. ايه بقى البتاع ده بيعمل ايه؟ البتاع ده بيعمل ايه؟ او ده بيحل الكوليجن ازاي؟ قال لك بص كده، لو حصل في كوليجن عند اي جهاز من دول هنا، يعني لو في اتنين بيبعتوا لبعض وحصل ان خبطوا في بعض، تمام؟ ها 100 ده الهب اهو، خلاص الهب هو شغال مبدا اسمه الهاف دوبلكس. يعني ايه هاف دوبلكس؟ يعني ما ينفعش جهازين اتنين موجودين على الهب يبعتوا لبعض ويستقبلوا من بعض ات ذا سيم تايم، ما ينفعش، تمام؟ طيب لو حصل ان جهازين اتنين بعتوا لبعض ات ذا سيم تايم يحصل فيه كوليجن، يخبطوا في بعض الحاجات، وعملوا حاجه اسمها السيسما على السي دي. ايه حته السيسما على السي دي دي؟ الله يكرمك ركزوا معايا بس. السيسما على السي دي دي معناها تمام كارير سينس مالتيبل اكسس على كوليجن ديتكشن. يعني بعد ما بيحصل الكوليجن بقعد احل الكوليجن. بحله ازاي؟ بحله بشويه خطوات. تعالى كده نشوف بنحله ازاي، بس كده الموضوع بتاع الكوليجن ده بنحله ازاي. اول حاجه لما بيحصل فيه كوليجن، اول ما يحصل فيه كوليجن واي جهاز يحس ان فيه كوليجن حصل، تمام، بيقوم الجهاز باعت حاجه اسمها جام سيجنال. ايه جام سيجنال دي؟ بعت اشاره ملهاش لازمه. يعني دلوقتي انا ببعت باكت لرضا ورضا بيبعت لي باكت، حصل فيه كوليجن في الحته دي، تمام كده؟ احمد حس ان فيه كوليجن فراح راخد باعت جام سيجنال عشان يزود فتره الكوليجن. ليه بيزود فتره الكوليجن؟ عشان لو في حد في اخر الشبكه بياخد معلومات من الشبكه يعرف ان فيه كوليجن حصل. عارف انت زمان كده في الافلام العربيه لما كانوا الاثنين يتخانقوا في القهوه، القهوه كلها تقوم تتخانق، هو نفس الوضع كده. اتخانقوا ليه ما تعرفش؟ خلاص؟ بالظبط. فاي جهازين اتنين بيحسوا بيبعتوا لبعض وحصل فيه كوليجن،
كل الاجهزه اللي في النص اللي حاسه ان في سيجنال غريبه في السلك تبعت جام سيجنال. ببعت جام سيجنال ليه؟ عشان ازود فتره الكوليجن، عشان لو في حد بياخد داتا من السلك يبطل ياخد داتا دلوقتي. وبعدين بعد كده كل جهاز يعمل لنفسه حاجه اسمها راندوم تايمر. ايه الراندوم تايمر ده؟ انت تعمل لنفسك يا جماعه تايمر، وقت تقعد ساكت فيه. وراندوم يعني ايه؟ عشوائي. انا هعمل نفسي ثانيتين ورضا ملوش دعوه بيا، جهاز تاني خالص هيعمل 3 ثواني، احمد هيعمل 4 ثواني، تمام كده، مصطفى هيعمل 5 ثواني، كل واحد بيعمل ايه مع نفسه، راندوم تايمر. وبعد ما التايمر يحصل له اكسباير اهو، بعد ما التايمر يخلص اكسباير، لو التايمر عندي خلص وانا عايز ابعت داتا اروح اسمع على السلك. ما هو كارير سنس معناها ان الجهاز بيسمع، اسمع حد بيبعت داتا، ما حدش بيبعت داتا، هبعت. طب لو انا التايمر بتاعي ما خلصش انا قاعد ساكت، طب انا لو لقيت حد بيتكلم على السلك مش هبعت. هي المشكله بتحصل امتى؟ لو احنا الاثنين بنسمع مع بعض في نفس الوقت، احنا قاعدين في اوضه ضلمه ومحدش بيتكلم، كلنا سكون، فاحنا الاثنين بنسمع مع بعض في نفس الوقت وبدانا نبعت مع بعض، هو دي المشكله اللي بتحصل. انما لو انت بتسمع ولقيت حد بيبعت بتسكت. ده الموضوع بتاع مين يا جماعه؟ السيسم على السي دي. خلاص، السيسم على السي دي ليه؟ ليه كوليجن ديتكشن؟ لان فعلا الكوليجن بتحصل، وبعدين يقعد يحل الكوليجن بالطريقه دي. ازاي بيحل الكوليجن؟ اي جهاز بيحس ان في تصادم حصل بيبعت حاجه اسمها جام سيجنال، وبعدين كل جهاز يعمل نفسه حاجه اسمها راندوم تايمر. بعد ما التايمر ده يخلص يبدا يعمل كارير سنس تاني اهو، ليسن مره تانيه. يعني في الاول خالص كده الجهاز بتاعنا بتاع اللي بيركب عندك في كارت الشبكه بتاعك ده اللي اسمه الايثرنت ده شغال ايه؟ الكارت بتاع اللي راكب فيه الكابل ده اسمه ايثرنت. احنا شغالين بتكنولوجي اسمها الايثرنت يا شباب. الايثرنت ده طلع منه، الايثرنت ده هناخد كمان شويه، طلع منه الايثرنت العادي ده سرعته 10 ميجا بت بير سكند، ده القديم. الكارت اللي راكب عندك اسمه فاست ايه؟ ايثرنت. ده سرعته كام؟ 100 ميجا اهو، 100 ميجا بت بير سكند. وعشان كده لما اروح على الكارت كده من تحت كده واقول له اوبن نتورك شيرنج سنتر لوكال اريا كونكشن، يظل هنا 100، لان سرعه الكارت بتاعك 100. انت عندك الشارع اللي جايبك من السويتش لحد هنا 100، يمشي 100 ميجا مع بعض في نفس الوقت. انما انت واخد نت من تي داتا 2 ميجا، واخد عربيتين ماشيين في الشارع اللي 100 حاره ده، صح كده؟ فال2 ميجا دول اللي احنا كنا بنقول عليهم حاجه اسمها الثروبوت، ده الباندوث الفعليه. انما الكابل بتاعك ده يشيل لحد 100 ميجا، بس مين شركه النت بقى هتديك 100 ميجا؟ تمام. طيب في عندنا بعد كده كارت تاني اسمه ايه؟ جيجا. تمام، في كارت تاني اسمه جيجا ايثرنت اهو، جيجا ايثرنت. ده سرعته كام؟ 1000 ميجا بت بير سكند، 10 جيجا اهو. وبعدين ال 10 جيجا ده سرعته كام؟ 10000 ميجا بت بير سكند. كل كارت من دول بيبقى له كابل بيركب جواه، يعني ال 100 ميجا وال 10 ده بيركب عليهم كارت شبكه عادي من اللي هو زي ده كده، هجيبه لكم المره الجايه ونقرجه. ده الكابل ده سرعته كام؟ ده بيسموه كات 5. كات 5 وانت اقل، يشيل لحد 100 ميجا. كات 5 يعني ايه؟ الكابلات دي مقسمينها كات 1 وكات 2 وكات 3 وكات 4 وكات 5 وكات 6 على حسب الكابل بتاعك بيشيل باند ويدث قد ايه. حلو كده؟ فكل الكابلات اللي موجوده في السوق كات 5 وكات 5 اي انهانسد، تمام كده؟ بيشيل لحد كام يا ابو حميد؟ لحد 100 ميجا. طب انا يا معلم عندي سيرفر وفي كارت جيجا، لا ده انت تجيب له بقى كارت نحاس بس كات ايه؟ كات 6. تمام، لما تروح تشيله من الراجل تقول انا عايز كابل كات 6. طب وال 10 جيجا ده ما بيركبش عليه نحاس، ده فايبر بس، تمام كده؟ عايز تجيب الشبكه معاك فلوس هات. حلو الكلام كده؟ تمام بالظبط. يبقى احنا عندنا دي يا جماعه ايه؟ الكروت بتاعتنا. كروت الايثرنت دي شغاله بالمبدا بتاع السيسم على السي دي. المبدا ده قايم على ايه؟ قايم ان انت ممكن تبعت في اي وقت، بس قبل ما تبعت اسمع شوف حد بيتكلم ولا لا. لو حد لقيته بيبعت على السلك انتظر، حدش لقيته بيبعت اتكلم. بس المشكله انا ومصطفى احنا الاثنين بنعمل ليسن في نفس الوقت،
بنسمع برامين احنا الاثنين ودننا في نفس الوقت. دي المشكله. 10 اجهزه على السويتش، اثنين منهم بيسمعوا عايزين يبعتوا دلوقتي لسوء الحظ. فمصطفى ما لقاش حد بيبعت وانا ما لقيتش حد بيبعت، فبدأنا احنا الاثنين نبعت. لو حصل كده على الهب بيحصل ايه؟ خبطوا في بعض كوليجن. بيقعدوا يحل الكوليجن. نقعد نحل الكوليجن ازاي؟ الناس اللي موجوده على السويتش الهب ترمي ايه؟ ترمي سيجنال ما لهاش لازمه اسمها جام سيجنال. وبعدين كل واحد يقعد منتظر راندوم تايمر. الراندوم تايمر ده يا جماعه بيجي في الامتحان باسم باك اوف الجوريزم. باك اوف ايه؟ الجوريزم. ان هو راجل بينتظر راندوم تايمر بيختلف عن الجهاز اللي جنبه. طب بعد ما الراندوم تايمر يخلص الجهاز بتاعك بيعمل ايه؟ تمام؟ ها؟ بيسمع شوف في حد بيبعت ولا لا. لو ما حدش بيبعت يبتدي هو يبعت لو كان عايز. عشان كده هو راندوم تايم، عشان كده هو عشوائي. اه بالظبط. كلنا خدنا ستاندر فكلنا هيحصل كوليجن تاني. هيحصل كوليجن تاني. بالظبط. تمام؟ حاجة بعينها لكم كده. الراجل يا عم بيديك توضيح يعني. معلش معلش معلش. إذا كان ما كانش عارف يشغل الجهاز دلوقتي. ولا الجهاز باظ على الجهاز ده. ها يلا خلاص كده؟ طيب. ايه؟ اه ده كده الهب يا جماعه. عشان كده سيبنا الهب ده ورحنا لجهاز غيره اسمه السويتش. اهو ادي السويتش اهو. السويتش برضو هن اهو زي اللي هناك ده. ده سويتش اهو. انا جايب لكم سويتش معايا اهو اللي هو ده. ده سويتش ايزرنت مشهور قوي في سيسكو 2960 اهو. ده سويتش اهو. ده المنخفض الفاست يا شباب. دي كلها منخفض فاست. دي 2 جيجا هم هم دول. لو عايز توصل برضه على السويتش اهو. تمام. ايه؟ اه ما هو 2960 و 2950 دي اشهر سويتشات في سيسكو يعني. تمام ماشي اتفضل يا حبيبي اتفضل. ها لو بصينا كده اهو اهو حلو الكلام كده؟ تمام. وهحط اي بي هات برضه للاجهزه، بحط اي بي للجهاز ازاي؟ من الديسك توب كده اهو. ده هحط له اي بي 1.2 تمام؟ اللي جنبه دوت هحط له اي بي 1.3 اهو. اللي جنبه دوت هحط له اي بي 1.4 اهو. اللي جنب ده هحط له اي بي 1.5 مانوال كده بحطها مانوال. لو عندي شبكه مثلا زي دي انا بحط كل الجهاز مانوال. بس ان شاء الله هناخد بقى موضوع تاني كده يا ابو حميد ان احنا هنحط الاي بيهات للاجهزه اوتوماتيك. بس لسه ما خدناهوش ان احنا نعمل جهاز بقى اسمه ايه؟ دي اتش بي سيرفر. تمام كده؟ اهو. وهنا هو 1 ايه 1.6 حلو الكلام كده. طيب بصوا كده بقى لما يجي جهاز يبعت معلومه لجهاز تاني. ده تاني جهاز عندنا اسمه ايه؟ اسمه سويتش اهو. اسمه السويتش. السويتش دوت بيعمل ثلاث حاجات احنا قلنا عليهم قبل كده. حاجه اسمها فلود، حاجه اسمها فورورد، حاجه ايه اسمها ايه؟ فلتر. فلود يعني ايه يا شباب؟ السويتش جواه جدول اسمه الماك ادرس تيبل اهو. جدول اسمه ايه؟ الماك ادرس تيبل. متخزن فيه الجهاز ده او ده متخزن فيه البورت نمبر
بتاع كل بورد متخزن فيه الماك اللي متوصل بيه. يبقى هو جدول كده موجود فيه رقم البورد بتاع السويتش والماك ادرس بتاع كل جهاز. وانت عرفت ان الماك ادرس عندنا كام بت المره اللي فاتت؟ كام بت المره اللي فاتت؟ 48 بت او 12 هكسا. تمام. طيب خد بالكم ان بعد السمستر الاولاني هيبقى في امتحان. السمستر الاولاني هيخلص يوم الجمعه. ماشي. المفروض على حسب ماك ادرس تيبل يا شباب بيحتوي على البورت نمبر. اي سويتش اول حاجه منه كان بيعمل ثلاث عمليات، حاجه اسمها فلود، حاجه اسمها فورورد، حاجه اسمها فلتر. ايه الفلود دي؟ او بيعمل برودكاست. الفلود دي ان هو بيعمل حاجه اسمها برودكاست اهو. يعني ايه كلمه برودكاست بقى؟ بدانا نشرح كلمه برودكاست اهو. البرودكاست ان هو الراجل عنده حاجه اسمها الماك ادرس تيبل. الماك ادرس تيبل دي بيبقى جدول فيه البورت نمبر والماك، يعني رقم البورت بتاع السويتش ورقم الجهاز المتوصل بيه، الماك ادرس بتاع الجهاز المتوصل بيه. تمام. في الاول الماك ادرس تيبل ده بيبقى فاضي ما فيهوش حاجه خالص. تمام. يعني لو انا جيت هنا كده ورحت جاي ايه، بس هعمل حاجه لان خايف لا يكون هو لقط اهو. تعالوا كده نبعت باكت من هنا لهنا ونشوفوا ايه اللي هيحصل. لو جينا بعتنا باكت من هنا لهنا سيميوليشن كده بعت او ده من هنا لهنا كده، انا عايز اوريكم البودكاست. شايفين في الاول يا جماعه بيعمل ايه؟ ليه عمل بودكاست كده؟ لانه ما يعرفش الجهاز اللي انت رايحه، هو الجهاز ده مكتوب فيه ايه، رايح للبي، هو ما يعرفش البي لسه، فانبعت لكل الناس. لما يجي البي رد بقى اهو، رد اهو عليه اهو. بعد كده لما يجي الجهاز ده يبعت له هو لوحده. يبقى اول مره السويتش عندك بيعمل ايه؟ فول الناس. فاول مره بس، يعني انت بتبعت لي يا محمد بتبعت لي انت عايز تبعت لي باكت. تمام؟ فالسويتش ما يعرفش البورت اللي متوصل بيه ولا اعرف البورت اللي انت متوصل بيه. فالباكت هتطلع منك تروح للسويتش، يقوم مسجل الرقم بتاعك على البورت بتاعك. مش طلعت منك راحت له، يقوم مسجله عنده في الماك ادرس تيبل. طب هو ما يعرفش رقم محمود ده فين؟ يقوم بعت المعلومه من كل البورتات بتاعت السويتش. فالمعلومه تروح لاحمد وتروح لرضا وتروح لمحمود وتروح لمحمود. تمام كده، تروح لمحمد، تروح لمصطفى، تروح لكل الناس. ما حدش فيكم يستقبلها غير اللي اسمه مكتوب فين؟ في الباكت اللي هو محمود. ده اللي هيرد. بعد كده محمد لما يجي يبعث لي تاني، لا السويتش عارف محمد موجود فين ومحمود موجود فين. ليه؟ لانه بيسجلنا جوه جدول. سيبوكم منه دلوقتي، هقول لكم على الكوماند ده كمان شويه ان شاء الله هناخد الكوماندات العملي. في حاجه اسمها انيبل شو ماك ادرس تيبل اهو، شو ماك ادرس تيبل. شايفين؟ قال لك والله على البورت رقم 0 على 2 متوصل الجهاز ده، البورت رقم 0 على 4 متوصل الجهاز ده، البورت رقم 0 على 3 متوصل الجهاز ده. طب السويتش بيجي سؤال في الامتحان، بيتعلم الماكات اللي بيبعت لها ولا اللي ببعتها له؟ يعني عشان اسجل مصطفى، اسجل مصطفى امتى؟ لما مصطفى يجي يبعت للسويتش ولا لما السويتش يجي يبعت لمصطفى؟ الله يكرمك، لما مصطفى يجي يبدا هو الكلام مع السويتش. يبقى لما باجي تطلع من مصطفى تروح للبورد بتاعه، يقول البورد بتاعه ده مسجل بقى مصطفى والله موجود على البورد رقم 0 على 3. طب انا عايز اروح لمحمود، انا اعرف محمود، لو محمود مسجل عندي هبعته لوحده، طب لو مش مسجل عندي هبعته كل ده. لان كل مره الجهاز مش معلوم فبيعمل برودكاست للجهاز. الله يكرمك، لو انت بتبعت السويتش وعايز توصل معلومه لجهاز السويتش ما يعرفهاش، يعمل ايه؟ يعمل كل خطوه. طب وانت بتبعت السويتش يستغل بقى ليك بقى، وانت بتبعت السويتش يستغل لك، انت بتبعت الباكت اهو يقوم السويتش مسجلك عندي. لو ما سجلش الجهاز الثاني، لما الجهاز الثاني يجي يبعت لاي جهاز ثاني يعني ايوه يسجله لحد ما الجميع الاجهزه تتسجل او تتسجل على بالظبط. بس للاسف المعلومات اللي بتبقى موجوده جوه السويتش دي نوعها ايه يا محمد؟ دايناميك، حاجه متغيره. كل خمس دقايق لو الماك اللي بيسجل ده ما بعتش اي حاجه للسويتش بيتمسح.
طب لو بعت يرجع يسجله تاني، طب ليه بيمسحه؟ ما ممكن يا عم يكون لاب انت جاي موصله خمس دقايق وسبت سويتش ومشي يفضل مسجل عندي في الماك ادرس تيبل؟ لا. انما بقى في طريقه ان شاء الله هناخد العمل بدايه العمل ان شاء الله بعد يوم الجمعه، هيبقى نحط بقى المكات ستاتيك. لا ده دول يا عم هم 10 اجهزه ثابتين عندي في الشركه، عايز سويتش يخزنهم ستاتيك وما يشيلهمش خالص، اسجل له انك بقى ستاتيك، دي حاجه ثانيه تمام كده. انما السويتش طالما هو متعلم من غير كوماندات فدي بيسموها حاجه دايناميك، حاجه متغيره، كل خمس دقائق الجهاز بتاع محمد ما بعتش اي حاجه للسويتش، بقى له خمس دقائق ما بعتش، يقوم الريكورد بتاعه الصف بتاعه متشال. طب محمد بعد 10 دقائق بعت يسجل تاني، بس لو عملناها ستاتيك هندسه خلاص شكرا. لازم تخش تكتب الكوماندات بقى، الله يكرمك. بس كده ودي هناخدها بقى ان شاء الله في البورت سكيورتي، لو حد غير جهاز الشركه وحط جهاز ثاني البورت يقفل. لا ده البورت يقفل ويبعت لك لوج رساله على الموبايل ان في بورت حصل فيه كذا كذا تمام. يبقى السويتش بتاعك يا شباب بيعمل برودكاست امتى؟ لما يكون النون ماك ادرس، لما يكون ما هوش عارف الماك ادرس ايه، ديستنيشن ماك ادرس، الماك ادرس اللي رايح له ما يعرفوش، يبعت لكل الناس. عايز ابعت لمصطفى، مصطفى مسجل جوه سويتش؟ لا ابعت لكل الناس. طب امتى يعمل فورورد؟ فورورد يعني يبعت لك انت لوحدك، لما يكون مسجلك. لما يكون نون يعني معروف الماك ادرس بتاعه اهو، لما يكون الماك ادرس انت رايح تكلمه بتسجل عنده. طب امتى بقى يعمل فلتر؟ فلتر يا معلم يعني لا اما بيعمل بيرميت، كلمه فلتر، لا اما يعمل ديناي. بيرميت يعني يعدل الباكت، ديناي يعني يوقع الباكت. بيعمل فلتر لما تكون حاطط على البورد حاجه اسمها بورد سكيورتي، ان شاء الله هناخدها السمستر الجاي على طول بالكوماندات. كل بورد هنربطه بماك، طب لو حد شال الماك ده وحط ماك جديد البورد يقفل، فخلاص اي باكت جاي من الجهاز ده للبورد البورد يعمل فيها ايه؟ يوقعها. حلو الكلام؟ حلو. السويتش ما عليهوش كوليجن دومين، لان السويتش جهاز فول دوبلكس، يبقى السويتش ما فيش فيه كوليجن تمام كده. اسمعني بس، السويتش ايه؟ فول دوبلكس. يعني ايه فول دوبلكس؟ يعني اي حد يقدر يبعت لاي حد في اي وقت. طب هل معنى ذلك ان السيسما على السي دي دي مش موجوده على السويتش؟ دي موجوده على السويتش بس مش مستخدمه. يبقى اي كارت شغال ايثرنت بتلاقيه موجود عليه ايه؟ سيسما على السي دي. وعلشان البورتات بتاع السويتش كلها ايثرنت زي ما انتم شايفين اهي، كلها فتحات ايثرنت، بيركب فيها كابل شبكه عادي فشغاله سيسما على السي دي. حلو الكلام. انما مفيش كوليجن على السويتش. السويتش يا جماعه بيقسم الكوليجن دومين، بيقسمه يعني ايه؟ مالتيبل كوليجن ايه دومين. يعني ايه كلمه كوليجن دومين؟ لما يجي لك في الامتحان يا ابو حميد ويقول لك هنا في كم كوليجن، هنا حضرتك تعد البورتات بتاع السويتش، 1 2 3 4 5، لان كل واحد في دنيا لوحده. اما دول بتوع الهب وان كوليجن دومين، كل الناس دول معرضين كلهم ان هم يخبطوا في بعض. يعني ايه وان كوليجن دومين؟ يعني انا قاعدين في اوضه واحده فانتوا سامعيني، انما لما اقول كل واحد فينا يقعد في اوضه فانا لما هي اتكلم انت مش هتسمعني يا محمد. ده اللي السويتش بيعمله، كل جهاز بيعزله لوحده. فلو انت بتبعت معلومه وانا ببعت لك معلومه احنا ما بنخبطش مع بعض تمام. ها في مشكله كده عند حد يا جماعه. السويتش طبعا هو جهاز لير 2، يعني النضاره بتاعته ما بتشوفش غير مين؟ غير ماك ادرس. لير 2 يعني النضاره بتاعته ما بتفهمش ايباد، يعني لما بيجي له فريم هو بس بيشوف بدايه الفريم ونهايه الفريم، السورس ماك والديستنيشن ماك، انما بيخشش جوه الفريم يقرا باكت، يعني ما يعرفش اي بي. يبقى السويتش ما يعرفش اي بي، غير في سويتشات هم عاملينها هناخدها مع بعض ان شاء الله في الكورس، حاجه اسمها اللاير 3 سويتش، سويتش بيطلع يفهم لحد الاي بي تمام. يبقى السويتش اخره فين؟ اخره ماك. لو انتوا فاكرين احنا كان عندنا كده اهو، ادي الفريم معلش نسيت التاب بقى اهو،
كان في لير 4 الراجل كان بيضيف بورت نمبر اهو سورس بورت وديستنيشن ايه بورت اللي هو رقم البرنامج. طب لير 3 كان بيضيف سورس اي بي وديستنيشن ايه. طب ولير 2 الراجل بيضيف سورس ماك وديستنيشن جي. السويتش يا شباب اول ما بيجيله الفريم كده والنظام بتاعته بيجيب تحدي بس اهو يقرا رقم كارت الشبكه اللي رايح له الماك. يقرا رقم كارت الشبكه اللي رايح له مين؟ الفريم بس. انما ما يقدرش يشوف هو رايح لانهي شبكه. يقرا كارت الشبكه اللي رايح له خلاص على كده ديستنيشن ماك هو نظام تحدي. الهب بقى ما بيقراش كل الكلام ده. الهب هنا هنا الهب هنا السويتش هنا الراوتر. ما طالما بجيب الاي بي بقرا كل اللي قبله اهو. جهاز الكمبيوتر بتاعك بقى بيقرا لحد هنا. هذا البي سي اهو بيجيب كل ده بيجيب كل ده لان هو لما بيستقبل باكيت كارت الشبكه هيشوف الباكيت ده بتاعته ولا لا. كارت الشبكه لان كل كارت شبكه له ايه؟ له مان. فيعرف ان ده المكان بتاعه خلاص ده بتاعي هستقبله اقوم شايل المكان. كارت الشبكه يدخله جوه الاوبريتنج سيستم. هو ده الاي بي بتاعي؟ الاي بي بتاعي شيل الاي بي كده بطلعه من اللير 2 اللير 3 اللير 4 بقى. طب انت رايح لانهي برنامج عندي؟ مش الجهاز شغال على اكتر من برنامج؟ والله رايح لبرنامج مثلا الاتش تي بي شغال. لا رايح البرنامج اللي رقمه 1024 ام ايه شايل دول ونطلعه للابلكيشن بقى او للبرنامج. تمام يبقى الجهاز بتاعك فين؟ لحد لحد جوه صح كده؟ اما جهازي الهب هنا ما بيوصلش حاجه. هو شوك كهرباء جاي له بيخرجه من كل الخطاب تحته وشكرا زي ما قلنا بكيت شويه في بدايه الفيديو. السويتش يقرا لحد الديستنيشن ايه؟ مان. الراوتر سيشن اي بي صح الكلام؟ الجهاز بتاعك بيقرا ده كله. حلو الكلام كده؟ طيب فهو لير 2 ايه؟ بيفهم لحد اللير 2 ادرس ده السويتش. السويتش يا جماعه كل الاجهزه اللي موجوده عليه في شبكه واحده وعلشان كده بيسموه ايه؟ 1 برودكاست دومين. واحنا لما نكبر بقى ان شاء الله كمان حصتين هقول لك الكلام ده غلط. ده هو باي ديفولت 1 برودكاست دومين. انما الاجهزه اللي على السويتش انا ممكن اقسمها لاكتر من شبكه. بس بقى دلوقتي حاجه اسمها الفيلان. تمام كده؟ حاجه اسمها ايه؟ الفيلان. فيلان. ان شاء الله. حلو الكلام؟ طيب لو انا عايز اربط بقى اكتر من شبكه مع بعض. يعني انا عندي شبكه اهي. عندي شبكه اهي. اهي. تمام؟ عندي شبكه اهي. وعندي شبكه ثانيه اهي. بصوا. شبكه ثانيه خالص اهي. وعايز اربطهم مع بعض. اهو. واحد اثنين ثلاثة أربعة. شبكة تانية خالص اهي. انت في شغلك عندك شبكات كده. اهو. اهو وانا مش عارف ليه ده محمر كده. ساعات الباك تريسر بيحصل فيه مشاكل كده. اهو اهو وده كابل اهو. عشان
لا مش عشان الاي بي والله، لا عشان اي حاجه لسه ما حطيتش الاي بي هات ولا حطيت حاجه، بس هو الباكت تريسر ساعات بيجي له اوقات لانه برنامج يعني بيروح جاي ايه الدنيا عنده بايظه كده، النسخه الجديده بتاعته دي لسه ديمو يعني. وادي الكابلات بتاعتنا اهي ممكن بس ليه يعني ليه نعمل كده؟ احنا ممكن نشتغل على طول يعني وحالا هي. طيب نحط بقى ايباد كده ونشوف 192 و 168 دوت 2 دوت 2 ماشي. بس كده اتقفل وانفتح الدنيا ان شاء الله انظبطت اهو. تمام وده السويتش اهو وده الجهاز كمان جاهز اهو. هو كان بس مهيس بعيد عنك اهو. تمام طيب انا عندي شبكه تانية اسمها المبيعات والاولانيه كان اسمها التسويق، يعني دول في شبكه ودول في شبكه، دول في شبكه 2 0 اهو حلو الكلام، والتانيين في شبكه 1 0 صح كده، جهاز 1 2 1 3 1 4 اما دي شبكه كام؟ 2 2 2 3 2 4 فاكرين السبنيتنج ولا الله يرحمه؟ لا طيب اهو 2 3 اهو. طيب لو انا وصلتهم يا محمود بكابل واحد كانهم شبكه واحده لان السويتش ما بيقسمش شبكات. طب انا عايز دول في شبكه ودول في شبكه، يبقى اجيب بقى يا معلم حاجه اسمها راوتر اهو. هذا راوتر اهو، الراوتر هجيبه لكم معايا المره الجايه، جهاز زي السويتش كده بس البورتات بتاعته معدوده وفي بورتات سيريال زي دي، يعني هو في بورتات فاست زي دي وفي بورتات سيريال زي دي كده، دي بورتات سيريال بيستخدمها في الوان ده كانت سيريال او بيركب وراه تمام كده. طيب وصلت السيريال دي يا شباب او الراوتر ده اهو بيقسم لك النتورك بتاعتك بقت دي شبكه ودي شبكه اهو، نحط كده مع الراجل ده ونيجي نوصل ده مع الراجل ده حلو الكلام؟ تمام. عايزين نحط البورت بتاع الراوتر ده اي بي، طبعا احنا لسه ما خدناش الكوماندات، لسه ما خدناش ايه الكوماندات، لسه هناخد الكوماندات بعد البريك نشوف نبدا بقى صفحه بتاع الكوماندات والكلام ده كله. بس لو انا واقف هنا وعايز ادي الراوتر ده اي بي كده انا ما اعرفش حاجه، دبل كليك على الراوتر كده تمام، وبعدين هقول له كونفيجر، وبعدين هقول له اسم الانترفيس ايه دي اهي، حط الاي بي بتاعه. هو ده متوصل بشبكه 2 صح؟ هديله 2 2 1 السبنت ماسك هيروت لوحده وهقول له اون. حلو يا معلم اللمبه دورت اهي. لما اجي احط بقى اي بي الديفولت جيت واي الاجهزه احط لهم كام؟ 2-1 بتاعهم. السويتش ما بياخدش اي بيهات، السويتش جهاز ترانسبيرنت جهاز شفاف، مين اللي بياخد اي بي؟ الراوتر. لا انا ما قلتش انا عامل جهاز اتش اس بي، ما عملتش في لسه شابتر كامل عندي اتش اس بي ازاي الراوتر بتاعنا يوزع اي بيهات اوتوماتيك. فيجي الجهاز اهو اهو مديله اي بي اهو 192.168.21 حلو تمام. واللي بعده 2-1 برضه
ما هو نفس نفس الراوتر اهو. حلو الكلام كده؟ طبعا احنا في الواقع الكلام ده هينكتب ايه؟ بالكوماند محمود، مفيش حاجه اسمها جي يو اي زي ما انت شايف كده دلوقتي. كمان شويه ازاي هتحط بقى ايبات للراوتر وكده، هنحطه بايدينا. حلو. طيب البورت ده تبع شبكه واحد صح يا ابو حميد؟ فنديله اي بي من شبكه واحد. اسمه ايه هو؟ اسمه جيجا زيرو على واحد اهو. ادله اي بي 192.168.1.1 واحد واحد. واون اون لازم دي اون تشتغل تنورها اهو. هاجي هنا للبورت الاولاني 192.168.1.1. البورت الثاني 192.168.1.1 اهو. اللي بعده اهو اهو. طب انت بتحط جيتوي الاجهزه ليه؟ اصل الاجهزه من غير الجيتوي تعرف تكلم بعضها داخل الشبكه، انما لما تحط لها جيتوي تعرف توصل للناس بره الشبكه بتاعتها. حلو. الجيتوي ده بتاع الراوتر بس يا سيدي. انا كده عملت شبكه مكونه من شبكتين اتنين، كل رجل من رجول الراوتر لازم تكون واقعه في شبكه مختلفه. يعني مثلا اضيف جهاز، بتاع الراوتر. يعني ابو حميد جيت مثلا جبت جهاز جديد اهو ورحت ضايفه، الجهاز ده واقع في الشبكه. احنا عندنا الشبكه دي انا قلت عليها 192.168.1.0. الشبكه دي 192 يا ابو حميد 168.2.0. انا جبت جهاز ابو حميد ماشي، وجبت كابل اهو رحت جاي موصله بالسويتش. حلو الكلام. ده كان واخد 1.2، ده 1.3، ده 1.4، ده 1.5، ده 1.6، يبقى ده ياخد 1.7 اهو. اهو مديله 192.168.1.7 وعامل له السبنت ماسك بتاعه كده. يا ابو حميد 1.7 ده ما يعرفش يكلم غير اللي معاه بس. طب عايز يروح يكلم الجهازين دول، ما يعرفش لان دول بره الشبكه بتاعته. طب الحل اقول لما تكون عايز تكلم حد بره الشبكه بتاعتك ابعت لمين؟ ابعت للراوتر. طب الراوتر بتاعي كام؟ انا حاطط له كام دلوقتي؟ كنت حاطط له 1.1 اهو، جيجا زيرو على واحد، حاطط له ايه؟ 1.1 في اي شبكه سواء دي او دي. اه بس الشبكه الثانيه كنت حاطط له 2.1. طب ليه؟ لان البورت بتاع الراوتر ده واخد 2. ما هو كل رجل من رجول الراوتر محمود يا محمد واقف في شبكه مختلفه. ده واقف في شبكه كام؟ 2. ده واقف في شبكه كام؟ 1. كل رجل على حسب الشبكه بتاعتها. طب تعالوا كده نتصور ان واحد حاول يستهبل ويحط للبورتين بتوع الراوتر اي بيهين من نفس الشبكه، شوف الراوتر هيرضى ولا لا. مش ده محصول 2.1؟ احط له هنا 2.1 برضه. نعم يا حبيبي. دلوقتي عشان الشبكات تتكلم شبكات بره، يعني لو عايز اتكلم اي حد بره غير الشبكه بتاعتي. اه طب دلوقتي لو شلت خالص الفوتو كيت جول خالص، يقدر هو يخش نت بس ما يكلمش حد؟ لا تمام. حطيت 2.1 زي اللي هناك بالظبط اهو. شايف بيقول لك ايه؟ يا عم ده عامل اوفرلاب مع الجيجا ايثرنت زيرو على زيرو اللي هناك. طب لا حاول يستعبط اكتر، بلاش نحط له 2.1، خلينا نحط له 2.100، يعني اي بي من نفس الشبكه الثانيه. نفس الشبكه تمام؟ شوف بيقول لك ايه؟ يا عم انت كده دخلت على الشبكه الثانيه، دي مش شبكتك. ده مش شغلانه الراوتر. الراوتر يا جماعه انا بقول في الفيديو اهو، الراوتر كل رجل من رجول الراوتر لازم يكون واقع في شبكه مختلفه. ما ينفعش رجلين اتنين في نفس الراوتر يكونوا في نفس الشبكه. حلو. انا يا اما شبكه واحد يبقى اخد اي بي من شبكه واحد، يا اما كنت شبكه اتنين اخد اي بي من شبكه اتنين. تمام كده. مصطفى جه قال لي ايه بقى؟ طب هو لازم ناخد 1.1 او 2.1؟ يا عم حط له اي اي بي، بس احنا بنقول ايه؟ ريكومندد، بنوصيك تروح حط اول اي بي، انما مش شرط. تمام. في ناس عاملين الاي بي بتاع الراوترات بتاعتها 2.100 و1.100، مدينه اي بي 100 وحاطين الاجهزه ديفولت جيت واي كام؟ 100. انت هتشاركه مش هتشارك؟ اي اي بي في الشبكه، بس يفضل يكون اول اي بي او اخر اي بي. تمام؟ اهو خلاص. هنعمل ايه؟ هنديله اي بي زي ما كان، واحد كام؟ 1.1 بس يا سيدي. طب لو انا عملت 3.1 بس دخلته شبكه 3.1 3.1 حلو الكلام، هيقبلوا منك، بس الاجهزه اللي تحت مش تقبل.
هتضرب في بعضها بقى. ليه؟ لانك انت الاجهزه اللي تحت اطلهم قريب من الشبكه كام؟ 2 او شبكه 1 مش من شبكه 3 تمام؟ يعني ما مش توصل لفوق مش بتاع الشبكه الثانيه. الاجهزه هتكلم بعضها بس انت حاطط انها شبكه طبعا لانها شبكه مختلف هو يعرف مين اللي تحت مش بتوعه. صح كده. انت عامل احسن باشمهندس ان انا مثلا اخلي هو الراوتر نفسه هو اللي بيدير الاي بي وانت كده على الاجهزه بس اي حاجه يعني تمام تمام. واحنا كمان شويه ان شاء الله لما نبدا في الكوماندات كده هناخد شابتر اسمه الدي اتش اس بي ان الراوتر بقى ذات نفسه هو اللي يوزع الايباد على الشبكه بتاعته. تبقى انت قاعد والراوتر عمال يدي الاجهزه ايبيهات بس احنا لسه من ايه بنقوم الدنيا. صح كده. يبقى الراوتر بتاعنا ده يا شباب ده جهاز اهو ده الراوتر. هو جهاز الراوتر ده نخبر بس الكتابه. الراوتر ده هو جهاز لير 3. يعني ايه لير 3؟ يعني بيفهم لحد الاي بي لحد جوه خالص هنا زي ما احنا قلنا قبل كده بيخش لحد الاي بي اول ما بيجي له فريم يقشره ويبص جوه مين جوه الفريم على الاي بي هو رايح فين. الراوتر بتاعنا هو جهاز فور دوبلكس. ده راوتر يا عم. الراوتر بتاعنا كل الاجهزه اللي موجوده عليه بيقسم الكوليجن دومين البورتات بتاعته. الراوتر بتاعنا كمان بيقسم الشبكات في اكتر منين من برودكاست دومين. يعني كل شبكه من شبكات الراوتر موجوده شبكه مختلفه فالراوتر بيقسم البرودكاست دومين وبيقسم الكوليجن دومين. كل رجل من رجول الراوتر واقع في نتورك مختلفة. صح كده. خد بالك السويتش ما بحطوش اي بي. الراوتر جواه حاجة اسمها الراوتينج تيبل جدول. الراوتر جواه حاجة اسمها ايه يا شباب اللي كان بيبقى جوا سويتش كان حاجة اسمها ايه؟ ماك ادرس تيبل. عيب بقى لما نقعد نغلط في الكلام ده. الراوتر جواه راوتينج تيبل متخزن فيه النتورك الشبكات اللي حوالين الراوتر. يعني متخزن فيه يا جماعه شبكات مش اي بيهات. حد يقول لي فرق بين اي بي والشبكه والنتورك اي بي ايه؟ الاي بي والنتورك اي بي لما اقول لك اي بي او نتورك اي دي الاي بي هو اي بي مش هيكون جهاز او نتورك اي دي رقم الشبكه اللي هو اول رقم في الشبكه اللي بحط فيها الوصلات بصفار. فاكرين لما كنا بنعمل سبنيتنج يبقى النتورك اي دي هو اول رقم في الشبكه. الاي بي هو رقم اي جهاز جوه الشبكه. تمام كده. فعندك هنا الجهاز الراوتر بتاعك ما بيخزنش 1.7.1.8.1.9.1.10 لا يا معلم ده بيخزن لك رقم الشبكه ده. ده الرقم اللي هم جواهم كلهم. 1.0 ده 1624 معناه ان هو بادئ من 1.1 لحد 1.255 فهو بيسجل 1.0 او 2.0 ما بخزنش ارقام اجهزه. ده لو قعدت اسجل بقى ارقام اجهزه يبقى انا كده عندي شبكه فيها 40,000 موظف يبقى كده الجدول عندي فيه 40,000 رقم. انا بخزن رقم الشبكه ما بخزنش رقم الجهاز. رقم الشبكه بقول عليه نتورك اي دي. رقم الجهاز بقول عليه اي بي. تمام كده. الله يكرمكم ذاكروا. تمام. طب يعني دلوقتي الراوتر عارف النتورك اي دي. في كوماند كده اقوله لكم ولسه هناخده بعدين ما تركزوش معاه قوي. كوماند اسمه شو اي بي روت عشان يطلع لي الراوتنج تيبل. قال لي والله انا عندي شبكه اهي 1.0 متوصله بالبورت كام؟ 0 على 1. وعندي شبكه ثانيه رقمها ايه؟ 2.0 متوصله ب 0 على 0. انا واخد اي بي من الشبكه 1.0 رقمه كام؟ 1.1. الراوتر بيقول لنفسه كده. انا واخد اي بي من شبكه 2.0 رقمها كام؟ 2.1. ايه ده؟ يعني الراوتر بيبقى فيه شبكات اللي حواليه. الشبكات اللي حوالين الراوتر بنسميها يا محمود دايركت كونكتد نتورك. ذكر بالله يكرمك. ناس تقول عندنا مشاكل في الانجليزي وبتاع. انا بترجم كل حاجه كل حاجه مترجمه في الفيديو. تمام؟ خلاص؟ يبقى دايركت كونكتد نتورك معناها الشبكات اللي حوالين الراوتر.
طب هو دي بس اللي موجوده جوه الراوتر؟ لا يا معلم، وكمان الشبكات البعيده عن الراوتر بيخزنها. اوبا، يعني ايه بعيده بقى عن الراوتر؟ تصور ان دول الشبكه بتوع فرع شبين اهو، دول بتوع فرع شبين اهو، اهو دول هنا في شبين. حلو يا معلم، واحنا قاعدين شغالين في جامعه او في بنك. فالراجل قال لك لا ده احنا عندنا فرع كمان في طنطا، يعني في راوتر هناك كمان في طنطا اهو. حلو، في راوتر كمان فين؟ في طنطا، وفي لنا هناك شبكات في طنطا ورا الراوتر دي اهو. صح يا معلم، مش احنا بتوع كونكشن؟ وصل لي بقى يا معلم، الناس هناك في طنطا مع بعضيهم. حلو الكلام اهو، اهو الراجل راح بنى الشبكه عنده في طنطا اهو، عدى هناك اسبوع في الموقع بتاع طنطا، لان الشبكه بتاع طنطا اهي اهي، تك 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 اهو. ونيجي هنا ايه اهو، اهو الراجل بتاع طنطا عمال يبني الشبكه بتاعته هناك اهي. احط اي بي كام؟ الادمن قال لك 1.0 و2.0، الاثنين محجوزين، حط 3 و4. في يوم الراجل هناك في طنطا عامل ايه؟ 192.168.30 و192.168. مش دي شبكه ثانيه؟ مش كل رجل وقع في شبكه؟ 4.0. وصل يا عم، يلا نوصل. كابل سيريال فاكرينه؟ هجيب لكم معايا المره الجايه والله، هو في البيت والله. كابل سيريال، كابل سيريال ده اللي هو بيركب فين؟ بيركب في البوك ده اهو. الكابل اللي في ايدي ده اسمه ويك، الراوتر بيبقى جاي من غير الويك ده. يعني لو جينا نوصل بكابل السيريال، كابل السيريال هو يا جماعه اللي عليه الساعه ده، لو جيت اوصل كده مش هتلاقي فيه سيريال. فين السيريال؟ في سيريال؟ مفيش سيريال. فبركب في الراوتر كابل كارت سيريال زي ده. اركب ازاي في الراوتر كارت سيريال؟ اجيب لكم راوتر معايا بقى، هقوم اعمل ايه؟ كده رايح قافل الراوتر الاول باور. فين الباور بتاع الراوتر؟ اهو شايفينه زرار اهو، شايفينه؟ اهو اكبر شويه اهو، منور اهو يا ابني اهو، شايفه؟ اهو والله الراوتر اهو، فيش بتاعته ايه؟ تمام؟ اقوم قافله اهو الاول، ورايح جايب سيريال اهو، اهو ده تو تي، ده اللي هو السيريال ويك وان انترفيس كارد، واجي اقوم راميه هنا كده اهو، اهو راكب اهو اللي هو الكارت في ايدي ده اهو. في شغلك هتعمل كده، هتشتري كارت ويك زي ده، وكل ما تيجي توصل فرع تشد اهو. تمام، ده في 2 بورت سيريال اهو، ده يوصلك فرعين كمان مع ده. والراوتر نفسه بيشيل كام كارت سيريال؟ على حسب الموديل بتاعه، يعني هنا يا معلم يشيل كام كارت؟ 1 2 3 4. ليه يا معلم؟ لان الموديل بتاع الراوتر اللي انا واقف عليه ده اهو، انا جايبه 2900 اللي هو ده 2711. تمام؟ خلاص؟ ده سويتش. ها؟ في 2800، بص كده يا محمد، ده 2800 اهو، اقل من 2900 شويه، بيشيل كام واحد؟ 1 2 3 4 وواحد فاست كمان عشان توصل بيه سويتشات اكتر. طب كل كروت فيها 2؟ كروت فيها 2 او 1، السيريال فيه 2 او 1. الفاست ممكن تجيب كارت فاست فيه 4 بورتات فاست زي دول كده، بس ده بستخدمه عشان ايه؟ اوصل سويتشات. انا ده بستخدمه عشان ايه؟ اوصل راوترات في الجامعه الثانيه. انا ممكن اوصل من سويتش لسويتش بكابل على فكره نحاس عادي زي ده، وهناخده مع بعض. يعني اجيب قراشه المره الجايه ونقرش كابلات، بس يكون التقريشه بتاعته نوعها ايه؟ كروس. بس كابل النحاس يا محمود ما يشيلكش اكتر من 100 متر. اكتر من 100 متر، ايه يا عم؟ الراجل واخد شهادات والدنيا. لا والله، جبنا معاك شهادات؟ جبنا معاك شهادات. لازم حبيبي حبيبي، يا سلام.
جبت حلاوه بتاعت باشا. الف الف مبروك نتن. الف مبروك. مش مبروك ده الصاله بس. ايه مبروك مبروك. طيب خلاص كده ابو حميد. يبقى انا بركب للراوتر كارت ايه؟ وخد بالك قبل ما تعمل قبل ما تركب الكارت لازم تقفل الراوتر. بص كده لو جيت ركبت الكارت ها بنهاوي لو جيت ركبت الكارت قبل ما اقفل الراوتر هيقول لي ايه؟ بص اهو انا شلت الكارت وهشوف يعني حد بيشيل الكارت والراوتر شغال ليه؟ بالظبط اهو اهو تقفل اول الزرار وبعدين تشيل الكارت. طب تيجي تركب الكارت والراوتر شغال اهو اهو انت بقى عايز تنتحر. فلازم الاول اطفي الراوتر وبعدين اركب الكارت اهو. طيب خد بالك بقى ما تبقاش ايه ما تبقاش غشيم وانت بتقفل الراوتر. لو انت عامل كونفيجريشن يعني حط ايباد او كلام من ده لازم الاول تخزن الكونفيجريشن بالكوماند اسمه رايت هناخده بعدين. يبقى تكون مأمن نفسك. مأمن نفسك يعني ايه؟ كل البرمجه اللي انت عاملها على الراوتر لو الراوتر انفصل كهرباء يا محمود انت ما خزنتش كل حاجه راحت. تصور كده انت قاعد تكتب على الوورد والكهرباء قطعت عليك ايه اللي بيحصل؟ راح. لا لا خزن الاول. بيخزن عندنا البرمجه ازاي؟ بكوماند اسمه رايت. ماشي لسه هناخده بعدين لسه لسه تمام؟ عندنا احنا باشمهندس لو بنعمل كونفيجريشن حاجه على طول مثلا ابلاير كده وفصلته انت لا يا باشا لازم نرايت الاول. لو انت فصلت كل اللي انت عملته راح طار. اول ما بنضل ابلاي والمفروض يسيب ابلاي ايه ابلاي عندك هناك مش انا ابلاي ابلاي دي عندنا اسمها رايت سيسكو ابلاي عندك على اتش بي او 3 كوم او الحاجات اللي شغال عليه هنا اسمها رايت. الاتش بي اللي عندنا الاتش بي اللي هو جاي منه اه عندك اسمها ابلاي هنا عندنا اسمها رايت كل اللي هو ده تمام مالك يا باشا يا تمام كده يا شباب. تعالى بقى كده تعالى بقى كده نركب كارت اهو. اقفل الباور حط الكارت شغل الباور هات الكابل بتاعك ركب ما بين الاثنين ادي السيريال اضغط هنا الله ده في سيريال ركب يا معلم ها هنا الله في سيريال ركب يا معلم ده في طنطا وده في شبين. المهم بقى انا عندي كام شبكة دلوقتي؟ خمسة واحد اثنين ثلاثة اللي في النص دي شبكة اربعة خمسة. المفروض عشان الراوتر ده الاجهزة اللي عليه تكلم الناس اللي في طنطا لازم يكون الشبكات دي متخزنة جوه الراوتر. الراوتر بتاع شبين الراوتر بتاع طنطا لو عايز يكلم الناس بتوع شبين يعني ايه يكلمهم؟ يعني واحد في طنطا عايز يكلم الناس اللي في شبين هيروح لمين؟ للراوتر بتاعه. لازم ان الراوتر بتاعه يكون عارف كل الناس اللي في شبين. الراوتر باي ديفولت لوحده ما بيعرفش غير الشبكات بتاعته. يعني ايه الشبكات بتاعته؟ يعني الراوتر بتاع شبين يعرف 1 2 3. طب الراوتر بتاع طنطا يعرف 1 2 3. طب والشبكات بتاعت شبين اللي في شبين شبين بالنسبه لطنطا بنسميها ريموت نتورك. شبكات في سايت تاني في موقع تاني. يبقى الراوتر يا جماعه ما بيعرفش غير الشبكات مين اللي حواليه. دي بيعرفها لوحده بيسموها سيلف ليرند بيتعلمها ذاتيا لوحده. اول ما تحط له اي بي من الشبكه اللي هو فيها يقوم واخد متعرف عليها لوحده. زي ما احنا شفنا كده اللي جنبه. انما الشبكات البعيده عنه لازم ان انت يا معلم تعرفها له. وده 11 شابتر في الراوتينج. ازاي الراوتر نعرفه على الشبكات البعيده عنه؟ لإما عرفه بإيديا مانوال أهو
وده اسمه ستاتيك ايه؟ ستاتيك روت. اهو بايديا اسمه ستاتيك روت. اخش على الراوتر اعرفه شبكه بايديا، اقول له عارف الشبكه بتاعت سوهاج توصلها ازاي، عارف الشبكه بتاع المنيا توصلها ازاي، اقعد اكتب انا كوماندات بايديا. طب لو عندي شبكات كتير مش عارف اكتب، عندي مثلا 200 شبكه. قاموا عاملين بروتوكولات اسمها دايناميك راوتينج بروتوكول. يبقى الاثنين دول فايدتهم ايه يا شباب؟ الاثنين دول فايدتهم ايه؟ يعرفوه للراوتر على الشبكات اللي موجوده في الموقع التاني. هذا جزء الراوتينج. خلصت ال 11 شابتر، انا خلصت الراوتينج. تمام. يبقى احنا عندنا مشكله دلوقتي. مشكلتي ايه يا عم؟ يا عم محمد، ان دول كل موقع دلوقتي لحد النهارده عارف نفسه بس، عشان موقع يوصل للموقع التاني ما يعرفش. فهم عاملين لنا شبكات كده اسمها الراوتينج، عشان لما اكون عايز الراوتر يعرف يوصل للموقع البعيد. هناخدها امتى يا عم؟ هناخدها بقى بعدين ان شاء الله. يبقى الراوتر يا جماعه بيعرف الشبكات اللي حواليه لوحده، اللي هم بيسموها الدايركت كونكتد ايه نتورك، دي بيعرفها لوحده. اما الشبكات الريموت نتورك عايزك انت تعلمها له. وانت عندك طريقتين اتنين للتعليم. طريقه اسمها مانوال، يعني اقعد على كل راوتر اعرفه الشبكات البعيده عنده واحده واحده، او طريقه اسمها الدايناميك راوتينج بروتوكول، انزل سوفت وير على الراوتر وكل الراوترات تتكلم مع بعضها، فانت اديني الشبكات اللي عندك وانا اديك الشبكات اللي عندي، فنعلم بعضينا. السوفت وير ده اسمه ايه بقى؟ اسمه دايناميك راوتينج بروتوكول. يبقى فايده دايناميك راوتينج بروتوكول يا محمود ان انا اتعرف الراوترات على الشبكات البعيده. هناخد راوتينج بروتوكول اسمه الريب، هناخد راوتينج بروتوكول اسمه الاي اي جي ار بي، هناخد راوتينج بروتوكول اسمه الاوز بي اف. ايه يا جماعه دول؟ دول راوتينج بروتوكول بنزلهم على الراوتر عشان الراوتر يعرف الشبكات البعيده عنه. لحد كده في مشكله؟ يبقى انا مشكلتي ايه دلوقتي؟ عايز اوصل للشبكه بتاعه طنطا مش عارف. هو خط السلة اللي بيوصل ده بيمشي ازاي؟ بيمشي خط سيريال فيزيكال بس كونكشن، بس حد قال له تمشي على خط السيريال؟ مش قصدي يعني بيوصل ما بين مثلا المسافه دي كلها ازاي؟ ما احنا شرحناها قبل كده دي. ده بتاع الداتا ده عن طريق الداتا، مأجر كابل فايبر وبجيب واحدة سي اس يو دي اس يو، شرحناها قبل كده مرة دي. صح. انا بس المرة الجاية هجيب لكم كابل السيريال اللي هيطلع من هنا من السيريال بتاع الراوتر ده لحد المودم اللي بيتوصل فيه كابل الفايبر. يعني انا هجيب لك المرة الجاية معاك كابل السيريال، هو كان جايب بس مش هتحطه في الشنطة. تمام كده؟ اللي بيوصلك ايه؟ لحد المودم، من الراوتر لحد المودم، والمودم بعد كده مقدر خط من تي داتا بقى سارع. انت بقى اللي بتقعد تبرمج ازاي بقى الداتا تمشي على الخط اللي انت مأجره ده. حلو الكلام كده؟ ها؟ في مشكلة كده عند حد؟ قبل ما نقفل الحتة دي، في عندنا بروتوكول اسمه الأرب. ركز قوي معايا بقى يا معلم. الأرب ده اختصار كلمة ايه؟ أدرس ريزوليوشن بروتوكول. حلو. ادرس ريزوليوشن بروتوكول اهو. بس الارب ده هو بروتوكول لير 3. يعني ايه لير 3 يا جماعه؟ ها يعني ايه؟ يعني بيشتغل على كل الاجهزه اللير 3، بيبقى موجود في كل اجهزه لير 3 اهو. لير 3 بروتوكول، مهم جدا البروتوكول ده. يعني ايه لير 3؟ يعني البي سي بيفهم ارب والراوتر بيفهم ارب. مش الراوتر جهاز لير 3 والبي سي لحد لير 7، فالاثنين بيفهموا ارب. الارب ده بيعمل ايه؟ قال لك عشان توصل لمعلومه انت بيبقى عندك السورس ماك بتاعك عشان تبعت معلومه لجهاز اهو، لازم يكون عندك السورس اي بي رقمك، حد عنده مشكله؟ ولازم يكون عندك السورس ماك رقم الكارت الشبكه بتاعك. طب لازم يكون عندك برضو رقم الجهاز اللي هتبعت له اسمه ايه؟ الديستنيشن اي بي. هجيبه منين لو مش معايا الديستنيشن اي بي؟ هجيبه منين؟ لا يا معلم، انا لو معايا اي بي بتاعك عايز اجيبه، اجيبه منين؟ ايوه من الدي ان اس. لو مانيش معايا الاي بي بتاع جهاز هجيبه من الدي ان اس.
عايز اكلم جوجل اروح اسال الدي ان اس، هو الاي بي بتاع جوجل ايه؟ مش دي ان اس ده سيرفر؟ فاكرين لما خدناه في اول يوم معاك الاسم وعايز اجيب الاي بي بالظبط. انما لو انا ببعت باكيت انا بايدي عايز ابندج على الجهاز بتاعك، هقول لك انت الجهاز بتاعك يا محمد. طيب يا معلم الديستنيشن ماك اجيبه منين؟ قول يا معلم. ده من على الراوتر، من على من ماك تيبل ماك. اروح اسال سويتش اقول له دي الماك؟ لا طبعا. قول يا معلم. يبقى انا ما معيش اي بي اروح اجيبه من الدي ان اس؟ عايزك تقلش معايا كده بقى. عايز اي بي اجيبه من الدي ان اس، عايز ماك. ما انا عشان ابعت لك لازم يكون عند الاي بي بتاعك ورقم كارت الشبكه بتاعك، الماك بتاعك. اجيبه منين؟ ما خدناش ازاي نجيب الديستنيشن ماك اهو. اه بابا بتضحك عليك لانك انت ما انتش مذاكر. انت ما انتش مذاكر، قاعد على النت طول الليل ما انتش مذاكر. تمام؟ عشان نبعت الديستنيشن ماك، لو انت عايز تجيب الماك بقى محمد، عملوا بروتوكول على كارت الشبكه اسمه الارب. الارب ده بتدي له اي بي يديك ماك، الدي ان اس تدي له اسم يديك اي بي. حلو كده؟ اه. يبقى الارب ده عايز اوصل لجهازك بس ما اعرفش الماك بتاع جهازك، اقول له والله انا عايز اوصل اجيب الماك بتاع الاي بي 192.168.1.10، فالارب ده يرد عليه باي بي. طب ازاي بيعملها؟ بيجيب الماك بتاع محمد ازاي؟ يبقى انا كده عندي الاي بي بتاع مين؟ بتاع محمد. جبته منين يا احمد؟ من الدي ان اس. او ما هوش معاه، ما عنديش دي ان اس، اروح اسال محمد انت الاي بي بتاعك كام؟ فيدولي بالتليفون. حلو كده؟ يبقى الاي بي كده مفضوض. عايز اجيب بقى الماك بالاي بي، عايز اجيب الماك. انا ما عنديش الماك بتاع محمد، ومحمد ذات نفسه راجل شغال في مبيعات ما بيعرفش يعني ايه ماك. البروتوكول ده اوتوماتيك يروح يجيب لك الماك. بيعمل ازاي بقى؟ بيعمل ايه البروتوكول ده؟ عنده رسالتين اتنين. رساله اسمها ار بريكوست. ار بايه؟ ار بريكوست. ورساله اسمها ار ريبلاي. ار بريكوست لو انا ما عنديش الماك وعايز الماك، ار ريبلاي لما محمد يرد عليا بالماك بتاعه. بصوا كده، الجهاز ده عايز يكلم الجهاز ده. بصوا عارفين الرساله الخطر اللي في الاول دي؟ دي الارب يا معلم. الارب دي عشان يروح يجيب الماك بتاع الجهاز اللي هناك. بصوا يا نهار ابيض، رساله برودكاست فعلا. اول رساله عندنا اسمها ارب ريكوست بتروح لكل الناس. مكتوب فيها ايه يا معلم؟ مكتوب فيها ديستنيشن ماك 12 اف. اصل انا ما اعرفش الماك بتاعه، انا ما اعرفش الماك بتاع محمد. اقول مكان الماك بتاع محمد حاطط كله افات 12 اف. اول ما السويتش يوصلوا الرساله اللي فيها 12 اف دي، السويتش ده عارفين يعمل ايه؟ برودكاست، يبعتها لكل الناس. يا جماعه اللي الاي بي بتاعه، بص كده بص كده يا جماعه، اللي الاي بي بتاعه، اللي الاي بي بتاعه 16، اللي الديستنيشن اي بي بتاعه 16، يرد على الراجل ده بايه؟ بالماك بتاعه. مش انا حاطط في الرساله يا جماعه، حاطط في رساله الاي بي بتاعي، الاي بي بتاعي مكتوب فيه 192 اهو. في انا هنا اهو محطوط فيه 192.168.1.7، ده اي بي هنا. الاي بي بتاع محمد 192.168.1.6. السورس ماك ده رقم كارت الشبكه بتاعي انا عارفه ايه. طب الديستنيشن ماك بتاع محمد ولا عمره شفنا المثل؟ يقوم الكارت الشبكه بتاعك اوتوماتيك طالما ما عندوش الماك اللي رايح يكلمه يا ولاء، واخد الكويتشن مارك دي وحاطط مكانها 12 اف. مش عندنا الماك 12 رقم؟ انا بحط مكانه 12 اف اهو. 12 اف، ال 12 اف ده معناه ان ده ارب ريكوست. يعني ايه؟ يعني لما الرساله دي تطلع وتروح للسويتش، السويتش يعمل ايه؟ لما توصل لكل الاجهزه يبص على 12 اف. 12 اف دي رقمنا كلنا، شيل يا عم المكان دي. بص مين فينا 1.6؟ يعني في الرساله هو بيكتب في المسج بيبقى كاتب الاي بي بتاع محمد مثلا. الاي بي بتاع محمد مش هو كده يا الاي بي بتاع محمد بيكتبه هو بيبقى انما في الليله اللي بعده في الداتا لينك اللي هنا بيحط الخطوه اللي بعده الماك بتاعه والديستنيشن ماك، فما عندوش الماك بتاعه فبحط 12 اف. تروح الرساله دي كلكم، فكل اجهزه توصل لها 12 اف. 12 اف دي معناها اقرا الرساله،
فكل اجهزه تقشر الفريم تشيل المكتب مين ال 12000 والمال بتاع الراجل كان بيلعب ويبص على مين بتاعك مكتوب جوه باسم لا قبل الرساله لو مكتوب جوه محمد هو لوحده اللي يرسل الرساله طب الرساله كانت مكتوبه عليها 12000 معناها كده ان الراجل ده بيدور على المال بتاعي او مرات عليه رساله اسمها ار بي اي اطلاعي الراوتر يسجل طبعا المبلغ بتاعك والله اي جهاز ليوس لي جاهز بيسجل الماك والاي بي فصورهم ان انا الصبح النهارده وانتوا بتكلموني كده في الفي ان سي عملتوا عليا ارض فانا سجلت الايبهات بتاعتكم في الماك في جدول عندنا جوه الدوس يا جماعه اسمه الارب كاش اهو بجيبه ازاي اعمل ارب داش اي ايش يا معلم الايبهات بتاع حضراتكم اهي وده المكات بتاع حضراتكم صوروا ايبهات بمكاتكم كلها عندي ليه لان احنا الصبح اتكلمنا مع بعض اتكلمنا ليه ما هو في برنامج عندك اسمه الفي ان سي الاجهزه بتتكلم مع بعضيها فانا عشان امسكه كده عندي لازم تدوروا على الماك بتاعي فانتوا كلكم عملتوا عليها ارب فانا بعت لكم الماك بتاعي بعت لكم انتوا المكات بتاعتكم سجلتها عندي عشان مش كل شويه اجي اكلم محمد اعمل ارب هو الراجل عمل ارب مره واحده صح اهو بص يا عم بص يا عم الراجل عمل ارب مره واحده اهو ورد عليا اهو اهو شوف بقى لما محمد يجي يبعت تاني محمد عايز يبعت تاني ليه ما يعملش ارب ارب ايه بقى خلاص ما انا عرفت الماك بتاع محمد خلاص اهو سيميوليشن اهو زي ما كنا بنعمل اهو مش معنى المره دي بعت لمحمد لوحده سجل الماك عنده في جدول اسمه ايه بقى يا معلم ارب كاش اهو يبقى الاي بي مع الماك بيسجلوا في جدول اسمهم الايه اسمه الار بكاش ار بكاش ليه الار بكاش بيتغير كل شويه اما الجهاز ما بيبعتش معلومه بتشيله صح كده لان ممكن يكون الاي بي اتغير او كلام من ده والار بكاش ده موجود عند اي جهاز بيفهم اي بي يعني على جهاز الكمبيوتر وعلى الراوتر انما السويتش ما بيفهمش ما فيش عنده ار بكاش السويتش عنده جدول تاني اسمه ايه الماك ادرس تيبل يبقى تاني بقى كده احنا خدنا ثلاث كتابه الماك ادرس تيبل والراوتنج تيبل والارب كاش الماك ادرس تيبل فيه ايه الماك والبورت الماك والبورت تمام ها والارب كاش الارب كاش موجود في الاي بي والماك اي بي وماك ها والراوتنج تيبل نتورك بس صح نتورك بس شبكات بس موجود فين عند الراوتر وخلنا دي ان اس برضه فيها عباره عن عباره عن ايه اسمه اي بي يبقى انا مش عارف اجيب الاي بي اجيبه منين الاي بي بقى من ايه عارف اجيب منين اجيبه من الارض من الارض صح الكلام كده يبقى احنا يا جماعه عندنا رسالتين واحده اسمها ارب ريكويست وواحده اسمها ارب ريبلاي يعني لو انا جيت دلوقتي حالا دلوقتي عملت سيرش كده على حق جوجل مثلا اهو قلت له مثلا مثلا وريني الرساله اللي هي بتاعه ار ريبلاي اهو وريني الرساله بتاع الايه الار ريكويست اهو اهو شايفين الرساله بتاع الار ريكويست صور اهي عايز اجيب بس الرساله الباكت شكلها ايه اهو شايفين الراجل حاطط ايه في ديستنيشن ماك والسورس ماك ايه بتاعه ودي نوعها ايه يا جماعه ريكويست صح كده ودي نوعها ريكويست وحاطط الايه الاي بي بتاعي اهو وحاطط ديستنيشن اي بي اهو فالراجل اول ما يجيله الرساله دي هيرد عليها بحاجه اسمها ايه ارب ريبلاي هي اكيد محطوطه هنا الارب ريبلاي برضو ده الارب ريكوست سورس ماك وديستنيشن ماك هتلاقي الارب ريبلاي هنا او نجيبها عشان تعمل ريكوست ريبلاي اهو دي موضحه اكتر اللي هي كنا بنقرا فيها دي انا عايزها تاني واحده فوق اول ثالث واحده هنا فوق لا فوق خالص اهي بالظبط فالراجل رد عليا بالماك بتاعه قال لي الماك بتاعي دي
شو اللي بيرد المره دي بقى هو السورس بقى المره دي. قال لي الماك بتاعي دي. طب هو عارف الماك بتاعنا منين؟ ما انا كنت بعت له يا عم. صح كده؟ ها في مشكله كده عند حد في الارض. طب لما اجي اجيب الارب من على الراوتر بقى، الارب من على الراوتر اسمه الارب الكوماند بتاع الارب على الراوتر. يعني لو عايز اجيب الارب هنا في كوماند اسمه enable show arp اهو الاي بي والماك، الاي بي والماك. يبقى الكوماند من على البي سي العادي اسمه ايه؟ اسمه arp داش a. الكوماند من جوه الراوتر اسمه ايه؟ شو مسافه ارب. ولسه الكوماندات دي هناخدها ما تقلقوش. بس انا ما جابش بتاع الاجهزه كلها، لان الاجهزه كلها ما كانتش كلمت الراوتر. بس بالظبط، اصل احنا ما كلمناش حد بره الشبكه. صح كده؟ وانت يروح للراوتر لما يجي يكلم حد بره الشبكه. ودي بقى المعلومه اللي انا هقول لك حالا دلوقتي. طب انت دلوقتي بتعمل ارب ريكوست على الشبكه بتاعتك، فبيرد عليك حد من الشبكه بارب ريبلاي. محمد كان معايا في الشبكه. طب يا معلم بقى لو عايز اخش على ياهو. ياهو؟ ياهو دي بره الشبكه بتاعتي. اعمل ايه؟ بطلع اتكلم بالنسبه دي. بعمل بقى دي نسبه دي اي بي، عايز اجيب الماك بتاع الياهو. حل بقى يا معلم. حلو الكلام. يبقى الرساله اللي احنا خدناها السيناريو اللي فات ده يا جماعه، ان انا عايز اجيب الماك بتاع جهاز معايا في الشبكه. حلو. بعمل ار بريكوست على الاجهزه اللي في الشبكه برودكاست، فواحد من الاجهزه اللي جوه الشبكه بيرد عليا. انما بقى يا عم باسم لو انا عايز اكلم الياهو او مصراوي او الفيس، اجيب الماك بتاعهم منين؟ في الحاله دي اللي بيرد عليك الجيت واي بتاعتك. يبقى لو انت بتكلم حد بره الشبكه بتاعتك، مين اللي بيرد عليك؟ الراوتر بتاعك. يقوم باعت لك الماك بتاعه ويقول لك يا حط الماك بتاعي وابعت لي الباكت. تاني بقى القصه دي، تاني القصه دي. ها معلش يا باسم، تعال نشرح كده هنا كده. افهم بقى القصه دي كده. للاسف يعني. هذا راوتر اهو. هذا راوتر اهو. وده الشبكه بتاعتي اهي، سويتش اهو. دي الاجهزه بتاعتي. وده راوتر. وده راوتر. وده سويتش اهو. وده الاجهزه بتاعتي. هنا شبكه 192 168 20. الجهاز ده هو رقم 22. الجهاز ده رقم كام؟ 23. الشبكه ده ايه؟ 192 168 10. الجهاز ده 1-2 1-3 1-4 1-5. هنا يا معلم 1-2 عايز يكلم الجهاز الاولاني. جهاز المادة عايز يكلم الجهاز ده. ده في شبكة وده في شبكة تانية خالص. صح كده؟ أنا عندي الأي بي بتاعي والأي بي بتاعي اللي أنا هبعته. طب الأي بي اللي أنا جبته منين؟ من الدي إن إس. بسجل في الأي بي بتاع كل الناس. ما هوش عندي في الدي إن إس مش عارف أوصله. يبقى لازم تكتبوها مانوال او عند في الدي ان اس. طب عندي الماك بتاعي ايه؟ بس الماك بتاع الراجل ده مين؟ بس انا ما اعرفوش. فانا ما اعرفش الماك بتاع الراجل ده. هعمل ايه؟ هعمل ار اهو ارب ريكوست. يعني ايه كلمه ارب ريكوست؟ يعني هحط مكان دي ال 12000. الرساله بتاعتي هتطلع من هنا هتروح لكل الناس اللي على السويتش. ومنهم مين؟ الراوتر. الراوتر بتاعي ما بيردش في حاله واحده، لما بيلاقيك بتنادى على حد بره الشبكه بتاعتك الراوتر يرد عليك. طب لو لقيت بيتكلم حد جوه الشبكه بتاعتك ما يردش. حلو كده؟ فهيبص على الاي بي بتاعك 1-2. انت دلوقتي تكلم مين؟ ده اي بي بره الشبكه بتاعتك، ده دوري بقى. يبقى مين اللي هيرد عليا يا معلم هنا المره دي؟ الراوتر هيرد عليا بارب ريبلاي. يقول لك ايه يا معلم؟ حط الماك ادرس بتاع البورت بتاعي بتاعنا. الماك ادرس بتاع البورت بتاعي سي.
حطه وبعت لي الباكت. يبقى الباكت بتاعتك كده هتطلع منك راح لمين؟ الراوتر. انا عايز اكلم احمد. انا ما بحذفش الباكت لاحمد كده اهو. لا ده انا بحطه الاي بي بتاعي والاي بي تحت. وانا بعد كده والماك احط بين الماك بتاعي والماك بتاع الراوتر اللي بعده. انا بسلم القلم اللي بعده واللي بعده يسلمه اللي بعده واللي بعده يسلمه واللي بعده وهكذا. انما ايه اللي بيخلي الباكت تمشي كده؟ اصل مكتوب فيها الاي بي بتاعي والاي بي بتاع مين؟ بتاع. فالراجل ده يا معلم يوم مجهز ايه؟ 1-2 رايح يكلم 2-2 مكتوب ايه؟ ايه؟ رايح يكلم مين؟ سي. يبقى كده الباكت هتطلع منك تروح لمين؟ الراوتر. الراوتر بتاع الراوتر. الخطوه الاوليه فريم هيطلع منك. خد بالك الاي بي ده اهو اند تو اند. يعني ايه اند تو اند؟ من اول نقطه لاخر نقطه. هو اصلا ده كده بيطلع للراوتر اصلا. اه يعني سواء سواء هو مع الشبكه او مش الشبكه بيطلع للراوتر. الراوتر هو على الشبكه بيوزعه لا 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 لو هو معاك في الشبكه خلاص الراوتر ما يردش ولا له دعوه. هو بيروح لكل الاجهزه. الراوتر ما بيوزعش حاجه. سيبك من الراوتر يوزع والكلام ده. الراوتر ما بيوزعش حاجه. الراوتر بيرد عليك امتى؟ لو انت بتكلم حد بره شبكه كده كده رساله برودكاست. السويتش هو اللي بيوزعها مش الراوتر. تمام كده؟ ها؟ في مشكلة كده عند حد؟ طيب يبقى انا ايه؟ 1-2 رايح يكلم 2-2 رقم الجهاز الاولاني خالص ورقم الجهاز الاخراني خالص. يبقى انا لو ببعت الباكت اللي هي هو هيحط فيها ايه؟ الاي بي بتاعي والاي بي بتاع اللي هي بيسموها ان تو ان من اول نقطة لاخر نقطة. طب الماك؟ احط الماك بتاعي انا اهو الماك بتاعي انا اهو والديستريشن ماك هي لمين؟ بتاع حاجة اسمها النكست هوب. اول راوتر بعد اللي هو الراوتر اللي هو اهو يا عم انا واقف هنا باول راوتر بعد اهو يعني ده الواد اللي واقف هنا لسه اهو ماشي انا يبقى احط هنا انا عايز اطلع بقى من هنا لهنا يبقى احط الماك بتاعي والماك بتاعه بس كده صح عايز اوصل لاحمد احط الماك بتاعي والماك بتاع ولاد اهو صح كده الفريم دوت يا معلم يجري من هنا رايح لمين الراوتر الراوتر ما بيقراش تمام امال بيعمل ايه؟ بيقشر الفريم اول ما يجي له الكلام ده ما يبصش لمكان يقوم مطار المكان انت رايح فين يا معلم؟ 2-2 رايح لشبكه 2 انا شبكه 2 مسجله عندي جوه الراوتنج تيبل مش في عندي شبكه في عندي جدول اسمه راوتنج تيبل مسجل فيه كل الشبكات اللي انا عارفها والله لو الشبكه 2 مسجله عندي يبقى هوصل لك الباكت الشبكه 2 مش مسجله عندي يبقى هوقع الباكت هو بيبص عنده الجدول اسمه ايه؟ راوتنج تيبل اللي في كل الشبكات. حلو، لقى ان الشبكه 2-2 اللي هي ده اهي شبكه 2-0 عشان يوصل لها يطلع من البورت ده. هو مكتوب عنده في الجدول كده كل راوتر بيبقى مكتوب عنده الشبكه واسم البورت الايه؟ اللي يقدر يوصله الشبكه دي. الشبكه 2 اهي عشان اوصل لها اطلع منين؟ البورت. من البورت ده. حلو الكلام كده؟ تمام. المرحلة الثانية هنحط الماج بتاع البورت ده والماج بتاع البورت ده الاي بي اتغير؟ لا لسه الاي بي ثابت طول رايح من السورس للديستنيشن امال اللي بيتغير ايه؟ كل راوتر الماج طب انا عارف الماج بتاعي ما اعرفش الماج بتاع اللي بعدي اعمل اديله ارض يا عم لما اكون عايز ماك اعمل ارض فيقوم البوت ده عامل الارض مع ده بسرعه يقول له دي الماك بتاعك هي مره واحده في الاول وخلاص يقوم الراجل ده اخد الماك بتاعه مسكله دي ودي كده الباكت اللي بتطلع من هنا اللي بعده طلعت من ولاء راحت لمصطفى تيجي عند الراجل ده الراجل ده اول ما يوصل الباكت دي قشر شايل الباكت بص على مين؟ ديستنيشن اي بي هو رايح على مين؟ شبكه 2 انا الشبكه 2 مسجله عندي اه مسجله تطلع من البورت 0 على 2 على 1 حط الماج بتاع ده اهو اف والماج بتاع ده جي اف جي ما اعرفش جي ار على طول كل بورت يعمل اربع اللي قدامه طب لو فينا في نص ما فينا في سويتشات وكلام يا عم انا مش عارف خالص انت بتعمل صيد صلاه ولا لا لعبه انت شايف كل ده شايفه هو ان هو ترافيك باكيت تعديه ماشي حطيت ايه؟ اف وجي كده الباكيت وصلت لمين؟
الراجل ده وصل عنده الباك طاير دي. وانت رايح لمين يا عم؟ رايح لتين اتنين. انا اعرف تين اتنين والله لو ما يعرفوش هيعمل ايه؟ ارب لو ما يعرفش الماك بتاعها. طب عارف الماك؟ هتحط الماك بتاعها بي و اتش. البورت بتاعه هنا اتش والديستريشن ماك مين؟ بي. هذا اتش وده بي. انت عارفين شبين ايه اللي ضغطنا رايح ده؟ المكان كل لينك كل لينك بنحط سورس ماك ديستنيشن ماك سورس ماك ديستنيشن ماك سورس ماك ديستنيشن ماك. طب ايه اللي خلى الرساله تمشي كده؟ ان جواها رقم محمود ورقم احمد. احنا عارفين احمد فكل واحد فيكم قال ان احمد اليمين صح كده؟ حلو الكلام؟ فهمنا يعني ايه الارض؟ بعد اذنك بس يا باشمهندس ده في الحاله اللي انت كده وصلت ان هي شبكتين على راوتر واحد. طب لو في اكتر من شبكه على ما وصلش شبكتين اكتر من شبكه اهو لا بتكلم على راوتر واحد. ما هو الرابط هنا عمل ارض فخرجها على الدي. خرجها على الدي ليه؟ خرجها على الدي ليه؟ خرجوا هنا كده ليه يعني؟ يا بس مكتوب جوه هنا في الراوتنج تيبل بتاع ده مكتوب ان الشبكه 192 168 2 0 اللي هي دي عشان توصلها تخرج من الفتحه دي. طب لو انا عندي شبكه هنا كده هنا مكتوب عليها اسم الشبكه تخرج كده برضه هي مكتوب الشبكه واسم الفتحه تخرج ليه؟ الفتحه اليمين تمام. انت عامل كونكت معايا؟ ازاي انت عامل كونكت معايا يا باشمهندس؟ فهمتني؟ خلاص؟ في حد عنده مشكله في الارض دي؟ معلش انا بحتزر لكم بس كتابه نسيتها النهارده. بس الحته دي بعد اذنك معلش ممكن تكتبها لنا ليه يا عم تكتبها؟ ما مش هتفهم يا عم انت لازم الشركه بتاعتك تشربطها وتضمني تكون صورت عشان اعرف لا عشان ايه؟ صورت انا مشكلتي في الوقت بس ان شاء الله هحاول ان شاء الله ماشي ماشي بس فجرني بيها يعني. خلاص يا جماعة في مشكلة كده عند حد؟ ها حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ موضوع بتاع الأرب ده في مشكلة؟ نقفل القصة دي وناخد بريك.